معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا كاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعوي، مرحبا بك. اذا الوقف الشيعي يسعى للسيطرة على اراض وممتلكات تابعة للدولة في الموصل بحسب وكالة رويترز للانباء، هل والتي اكدت ايضا ان هذه الاراضي تقع على ممر يمتد من طهران الى بيروت، ما ابعاد هذا المخطط استاذ حسين؟ يعني ابعاد هذا المخطط هو لتغيير الهوية الموصلية والتدخل في الشأن المذهبي والديني لهوية محافظة نينوى، وهذا صرح به أيضا رئيس الوقف السني في محافظة نينوى. لهذا السبب هذا التدخلات هي لا تزيد الطين إلا بلة، وتعودنا إلى الشحن الطائفي وعدم التوافقات. العراق بلد متعدد المكونات والمذاهب والأعراق، لا يمكن لمكون أو لطائفة أو لعرق أن يتغول على الآخرين ويستخدم نفوذه وقوته لتغيير الأفكار والعقائد والأفهام. العقائد والأفكار لا تتغير لا بالقوة ولا بالعنف بل بالقناعات. لهذا السبب هذا المشروع لا يؤدي إلا مزيدا من العنف ومزيدا من الاضطرابات. يعني إلى أي مدى إذا أسهم القضاء في بسط نفوذ هذه الميليشيات في العراق، وكيف لمنظومة يفترض أنها تنفذ القانون أن تجر إلى هذه الانتهاكات الكبيرة في قانون الإرهاب سيء الصيت؟ يا سيدي، القوات المسلحه يجب ان تكون مهنيه، لا تعلن يعني ايديولوجيتها وعقائدها ولا علاقه لها بهذه المواضيع. هذه القوات هي مؤدلجه وطائفيه ومخالفه للدستور العراقي الذي ينص حياديه القوات المسلحه ومهنيتها. لهذا السبب نحن امام تغول وامام غلبه مكون على اخرين، لسنا امام عمليه سياسيه حقيقيه يتمتع بها الشعب العراقي كاملا وبكامل حقوقه. وأول من خرق الدستور هو المكون الشيعي بسبب نفوذه وتغوله على العملية السياسية في العراق وعلى شركائه السياسيين الذين لم يبقى لهم إلا الاسم في هذه العملية. في هذا السياق كيف تصف تصريحات الفياض الأخيرة الذي قال إن الحشد باق وبحماية المرجعية؟ بالتأكيد هو باقي نتيجة القوة ونتيجة النفوذ والتغول، واليوم له أغلبية برلمانية فهو باطل. نعم، ولكن ما هي شرعية البقاء وما هي المصلحة في هذا البقاء؟ لماذا هذه القوات؟ نحن ليست لدينا مشكلة مع أفراد الحشد، وإنما نتكلم عن مؤسسات. لماذا هؤلاء الأفراد لا ينضموا إلى القوات المسلحة سواء إلى الداخلية أو الدفاع أو جهاز مكافحة الإرهاب، وتكون هناك أجهزة مهنية تدير وتحافظ على الشأن العراقي؟ هذه القوات لديها أجندة طائفية وعقائدية تريد تغيير الهوية العراقية وتقوم بعمل التهجير القسري للمواطنين. هذه أهداف هذه القوات، إضافة للتدخل في الشأن الآخر للدول الإقليمية ودول الجوار. فهذا هي الأهداف المرجوة من هذا الحشد ومن هذه القوات، وبالتأكيد فالح الفياض يؤكد ذلك بسبب نفوذه وتغوله في العملية السياسية. ولكن كيف سترد حكومة عبد المهدي على تصريح الفياض الذي قال أن الحشد يعني يتحاشى الكلام على الحكومة لكونه هو من صنعها وهو من القادر على تغييرها؟ وهذا يناقض التصريحات التي أدلى بها السيد رئيس الوزراء بأنها حكومة تكنوقراط وأنها حكومة بعيدة عن المحافظة وأنها حكومة مهنية وهي لم تكتمل لحد هذه اللحظة. هذه التناقضات في التصريحات ما بين المسؤولين هي تفقد الشعب العراقي، يفقد الثقة بهذه الحكومة وبأدائها، وهي ليس لها أي أداء في قضية البناء والحرية والتطور والتنمية بقدر ما لديها صناعة أزمات داخل الشعب العراقي وإثارة النعرات الطائفية والعرقية ما بين المجتمع العراقي. هي من باب أولى أن تقوم ببناء المدن المدمرة، من باب أولى تقوم بتنمية، تقوم بإصلاح الكهرباء، تقوم بحفظ كيان الدولة ومؤسساتها. كل هذا غير موجود. نحن فقط نستمع إلى أخبار يعني تسبب الغثيان مما نسمعه من تهجير وقصر وقتل على الهوية وعلى الاسم وإلى آخره. ليس داخليا فحسب، يعني أيضا ما حدث في خليج عمان كيف سيؤثر داخل العراق مع إعلان ميليشيا حزب الله مثلا دعمها إيران في مواجهة أمريكا؟ يعني أولا علينا أن نحدد من هي الجهة المستفيدة لما حدث في خليج عمان. هناك محور شر ثلاثي هي المستفيدة الأول لما حدث في خليج عمان، إيران، أمريكا، الكيان الصهيوني، والخاسر الأكبر هو الخليج العربي والدول العربية. و
أول تصريح بعد الحادث صرح رئيس الدولة الإيرانية قائلا يعرض معاهدة أمنية على دول الخليج، وهذه في العلن معاهدة أمنية، وفي باطنها هي نظام وصاية لدول الخليج. دول الخليج حقيقة والدول العربية غير قادرة على التمدد الإيراني في المنطقة، لأنها تبنت سياسة إطفاء الحرائق، وسياسة إطفاء الحرائق لا تجدي نفعا مع إيران، واعتمدت على الولايات المتحدة في مواجهة إيران، والولايات المتحدة هي غير جادة في مواجهة التمدد الإيراني، بل هي داعمة لهذا التمدد الإيراني ومستغلة للعالم العربي وتعاطفه مع الوضع الأمريكي. نعم، شكرا جزيلا لك سيد حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي.